ده السريبرال بدانكل. هنتكلم بمور ديتيل عن السريبرال بدانكل. ادي السريبرال بدانكل اهو اللي هو الجزء ده. افكرك تاني ان احنا خدنا قطاع في الميد برين، ولقينا لو خدنا ايماجينري لاين عند الليفل بتاع السريبرال اكوي ده، يبقى الجزء الامامي ده كله اسمه سريبرال بدانكل هنا، والجزء الخلفي ده اسمه ايه؟ تكتم. السريبرال بدانكل ده متكون من سريبرال بدانكل الجزء الامامي ده متكون من 3 اقسام، كراس سريبراي، سابستانشيا نيجرا، وده الجزء ده اللي اسمه ايه؟ التجمنت. لو جينا للكراس سريبراي هنلاقيه زي ما احنا شايفين، ده الكراس سريبراي، كل ده فايبرز نازله من البرين او من السريبرام على البرين ستيم. فهتلاقي هنا ده اللي هو كورتيكو سباينال تراكت اللي هو دي، وبعدين في عندي هنا ده واخد الميدل 3 فورسز، وبعدين هنا في ميديال كورتيكو بالبر فايبرز اللي هنا اللي هي كورتيكو بالبر تراكت، ودي لاترال كورتيكو بالبر فايبرز. افكرك الكورتيكو بالبر الميديال كورتيكو بالبر اللي كانت بتأثر على 3 و4 و6 كرينيال نيرفز، موتور كرينيال نيرفز، اما اللاترال كورتيكو بالبر اللي كانت بتأثر على 5 و7 و9 و10 و11 و12، دي لاترال كورتيكو بالبر. يبقى هنا دول ميديال كورتيكو بالبر ودي لاترال كورتيكو بالبر. نيجي الفايبرز الصفرة دي والصفرة دي، دي اللي بتاعت التراكت اللي اسمها كورتيكو بونتو سيريبيلر تراكت. فكان عندي كورتيكو بونتاين فايبرز اللي هم طالعين من السيريبرال كورتكس رايحين للبونز، دولت الجزء ده اسمه فرونتو بونتاين والجزء ده اسمه تيمبرو بونتاين. يبقى ده الكراس سيريبراي. يبقى الكراس سيريبراي اللي هو بيراميدال تراكت او كورتيكو سباينال، وبعدين ميديال كورتيكو بالبر، وده لاترال كورتيكو بالبر، وده فرونتو بونتاين فايبر، وده تيمبرو بونتاين فايبر. الجزء الثاني ده اللي اسمه السابستانشيا نيجرا اللي هو ده اهو، سابستانشيا نيجرا، قلنا ده اكسترا بيراميدال سيستم، وقلنا السابستانشيا نيجرا ده بيبقى عباره عن سيلز فيها ميلانين بيجمنت لونها اسود، ودي تبع الاكسترا بيراميدال سيستم، وعشان كده المين كونكشن بتاعتها بجزء من البرين اسمه البيزال جانجليا. البيزال جانجليا اللي هي اعلى سنتر في الاكسترا بيراميدال سيستم. هنا جايب هنا قطاع اهو في الميد برين، في برين عادي اهو، ده الميد برين زي ما احنا شايفين كده، وهنا ده زي ما احنا بنشوف ده اللي هو الكراس سريبراي هنا، وهنا في الحته دي السوبيرو كوليكولاس اهي، وده السوبيرو كوليكولاس، دول التكتم، وهنا ده السريبرال اكويدكت اهي، وده الايماجينري لاين، ده التكتم وده الميد برين. الجزء ده اسمه كراس سريبراي اللي هو ده، والجزء الاسود ده اللي هو البلاك ده اللي هو عباره عن السبستانشيا نيجرا. عشان كده انا جايب قطاع فريش من البرين، ادي كراس سريبراي وده سبستانشيا نيجرا اهي، عشان اوري لك انه بيبقى لونه اسود في البودي، ده اللي هو سبستانشيا ايه نيجر. الجزء الخلفي ده اللي هو التالت ده اسمه ايه؟ تيجمنتم. ده التيجمنتم اللي بيبقى فيه زي ما احنا اتفقنا قبل كده الكرينيال نيرف نيوكلياي، القطاع ده عند الليفل بتاع السوبيرو كوليكولاس، ففي الكرينيال نيرف اللي هو نمر التلاتة اللي هو الاوكولوموتور نيرف اهو نيوكلياس، ومعاها الباراسمباثيك نيوكلاس بتاعتها اللي معاها اللي هو ده الموتور بتاع الاوكولوموتور نيرف نيوكلاس، ودي ايدنجر واستفال نيوكلاس اللي هي تحتها دي، ده اوكولوموتور نيرف نيوكلاس ودي ايدنجر واستفال نيوكلاس، وادي الاوكولوموتور نيرف اهو مخترق الميديال سيرفيس هنا بتاع السيريبرال بدانك. طبعا في التجمنتم كمان في بيبقى في الريدي نيوكلاس بتبقى موجوده هنا، وفي التجمنتم كمان في الليمنسكاي اللي هم الميديال ليمنسكاس وترايجيمينال لمنسكس وسباينال لمنسكس واللاترال ايه لمنسكس. في التجمنتم ده في الديكاسيشنز. على العموم الجزء بتاع التجمنتم ده هيتشرح في السلايد اللي بعد كده. اللي انا عايز اوصله لك ان هنا ادي السريبرال بدانكل اهو 3 حتت، كراس سريبراي، سابستانشيا نيجرا اللي هو الجزء ده، وده كل ده على بعضه اسمه التجمنتم. كراس سريبراي ده فيه الموتور فايبرز او الديسندنج تراكتس، دي كورتيكو سباينال، ده ميديال كورتيكو بالبر، ده لاترال كورتيكو بالبر، ده فرونتو بونتاين، ده تيمبرو بونتاين، ودي سابستانشيا نيجرا. في السلايد اللي بعد كده هنتكلم على التجمنتم بالتفصيل.